بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أعزائي مشاهدي تلفزيون الفجر ومستمعي، نتحدث اليوم عن ذكرى وعد مشؤوم، هو وعد بلفور الذي يعرفه العام والخاص، ولكن آمل أن أتمكن من توضيح بعض الجوانب لهذا الوعد قد تكون خفيت على بعض الناس. هذا الوعد سيء الصيت كان بداية لسلسلة طويلة من الحروب والمآسي والمذابح والمعاناة امتدت على طول 97 عاما، إذ مضى على إصدار هذا الوعد فعلا 97 عام، منذ يوم الثاني من تشرين الثاني 1917 وحتى اليوم. قرن كامل من المعاناة ومن العذابات صبت على رأس الشعب الفلسطيني وحتى على دول الجوار العربي. هذا الوعد كان موجها من جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية، وهو من الذين برزوا في تمويل الاستيطان والحركة الصهيونية بصورة عامة. وقد نتج عن هذا الوعد تأسيس أكبر مستوطنة في الشرق العربي اسمها إسرائيل. لكن حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، لا بد من خلفية تاريخية تسبق هذا الوعد. يتساءل الكثيرون عن سبب هذا الوعد وسر هذا الوعد. طبعا البعض يقول أن الإنجليز والغرب عموما قد قدموا وعد بلفور جائزة لحييم وايزمان الذي يقدم نفسه في مذكراته وكتابه التجربة والخطأ على أنه عالم كيمياء وصاحب مختبرات كيميائية معروفة متعددة، وأنه اخترع مادة الأسيتون التي ساهمت في المجهود الحربي البريطاني. لكن المتأمل لهذا الموضوع يرى أنه موضوع تافه لا يستحق هذا الوعد إطلاقا. والبعض يقول أن هذا الوعد جاء جائزة لليهود الذين أسهموا في المجهود الحربي البريطاني، سواء بالتجنيد في داخل الجيش البريطاني أو في نقل الأخبار في دعم المجهود بصورة عامة. وأيضا هذا الكلام غير صحيح، قد يكون عامل ثانوي لكنه غير صحيح، لأن الصهاينة الإنجليز الذين كانوا يعيشوا في بريطانيا محدودين ولم يشكلوا قوة ضغط كما هي الآن قوة اللوبي اليهودي الصهيوني الأمريكي. إذن ما هو السبب الحقيقي لهذا الوعد؟ حقيقة باختصار هو عبارة عن تلاقي مصالح بين الغرب الأوروبي الاستعماري التوسعي وبين الحركة الصهيونية التي هي إحدى إفرازات الغرب الأوروبي في تلك الأيام. ولا شك أن الحركة الصهيونية هي ربيبة الاستعمار الأوروبي التوسعي المعادي إلى حد كبير للعرب وللمسلمين. أقول أن هناك عقد صامت، وأعني هنا بكلمة العقد هو اتفاق أو ميثاق ما بين الغرب الأوروبي بصورة عامة وبين الحركة الصهيونية. أقول أنه عقد صامت لأنه لم يعلن ولم يكتب ولكنه معروف ضمنيا لكلا الطرفين. كان المقصود من خلال هذا العقد الصامت الذي ترجم أخيرا بوعد بلفور هو أن تكون دولة لليهود في فلسطين في الشرق العربي، تكون لها دور وظيفي لخدمة الاستعمار الأوروبي، وتكون قاعدة متقدمة للغرب ولبريطانيا بشكل خاص. والدور الوظيفي ينطوي على كل ما هو شرير وسلبي، يعني
أن يكون سببا في تفتيت الوطن العربي، العدوان على الأقطاع العربية، تهجيرهم، تأخير التقدم والتطور العربي في المنطقة، وطبعا بشكل خاص الشعب الفلسطيني. هذا الدور الحقيقي للمستوطنة الجديدة التي أقيمت في أعقاب الحرب العالمية الأولى وهي إسرائيل، وطبعا على أنقاض الدولة العثمانية. في نفس الوقت هناك غرض آخر هو إرضاء اليهود الراغبين في بناء دولة لهم في فلسطين. طبعا هؤلاء هم الصهاينة ولهم معارضين، والكل يعلم أن الحركة الصهيونية بدأت من أوائل القرن التاسع عشر، ولكنها تبلورت بشكل واضح وكبير بعد مؤتمر بال 1897 على يد تيودور هيرزلي، والذي قال بالحرف الواحد: لا تستطيع الصهيونية التسللية التي سبقت والتي كانت عبارة عن تأسيس مستوطنات صغيرة متفرقة مثل ريشون لتسيون وزخرون يعقوب وبيت تحتقفة وغيرها التي شهدها القرن التاسع عشر، لا تستطيع هذه المستوطنات أن تستوعب الحركة الصهيونية ولا أن تحقق أهدافها. وأكد وبوضوح أنه لا بد من الاعتماد على دولة استعمارية كبرى كبريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، وكان له ما أراد أخيرا، لأن المصالح التقت، المصالح الاستعمارية الغربية في تجريح الوطن العربي، تفتيته، تقسيمه، تهيئته بحيث يظل فقط لاستخدام الغرب، وفي تهجير اليهود أيضا وإرضائهم حتى لمن كرهوا اليهود وعاقبوهم وقاتلوهم، سواء كان في المذابح التي شهدتها بولندا وروسيا، في معاملتهم للجيتوات اليهودية في ألمانيا، في بولندا، في شرق أوروبا على العموم. كل هذه كانت أغراض للوعود البلفورية التي نتجت عن العقد الصامت الذي تحدثنا عنه. ولكن هذه الوعود لابد أن نستعرضها قبل أن نتحدث عن وعد بلفور بالذات. كان أول هذه الوعود على يد أو على لسان نابليون بونابرت، الذي جاء في حملته الفرنسية الشهيرة إلى مصر وبلاد الشام سنة 1798، يعني في أواخر القرن الثامن عشر. وعندما دخل إلى بلاد الشام، والكل يعلم أنه وصل فلسطين ووصل إلى يافا وحاول اقتحام عكا ولكنه فشل، أعلن لليهود أنه مستعد لتقديم وطن قومي لهم في فلسطين، ولكن لم يقدر لهذا الوعد التطبيق، لأن نابليون اضطر 1801، يعني بعد 3 سنوات من بدء الحملة، إلى الانسحاب مهزوما. ثم جاء وعد آخر على لسان إيلونبرغ، المتحدث الرسمي باسم إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني، والذي يسميه البعض ويلهلم الثاني. كان ذلك في عام 1898، يعني بعد 100 عام. نابليون 1798، إيلونبرغ باسم الإمبراطور الألماني 1898. وطبعا كان الوعد أنه سيستطيع من خلال التودد للسلطان العثماني السعي لإقامة هذا الوطن القومي لليهود، ولكنه لم يتم، لأن ألمانيا انهزمت في الحرب من جهة، وحليفتها الدولة العثمانية أيضا خسرت الحرب بالكامل. وكان الوعد الأخير على لسان فون بيليفي وزير داخلية روسيا، والذي يسميه المؤرخون جزار كيشينيف، لأنه كان وراء مذبحة ارتكبت ضد اليهود، لكنه من أجل التخلص منهم في روسيا، وأعدادهم هناك كبيرة جدا، وكثير من مشاهير الصهاينة خرجوا فعلا من روسيا، والكل يعلم الهجرة الأخيرة التي قادها نتان شيرانسكي في التسعينات. هؤلاء كان لهم أمل أن يتخلصوا من الاضطهاد الروسي والمذابح الروسية وأن يجيئوا إلى فلسطين. كل هذه الوعود، سواء الوعد الفرنسي أو الألماني أو الروسي، أنا أسميها وعود بلفورية، كان لها نفس غرض وعد بلفور، ولكن لم يتسنى لأصحابها تحقيقها، لأنه أي من هذه الدول الثلاث لم تحكم فلسطين.
إلى أن طبعا جاءت الحرب العالمية الأولى وجرت الأحداث بالشكل الذي يعلمه الجميع، وهزمت ألمانيا والدولة العثمانية، وجاءت معاهدة سايكس بيكو وعقبها مؤتمر سان ريمو 1920. فكان وعد بلفور في اليوم الثاني من تشرين الثاني 1917، يعني والحرب العالمية الأولى جارية. هذا الوعد صدر من وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور. من هو جيمس بلفور؟ جيمس بلفور إنجليزي مسيحي متعصب لمسيحيته، يفهم التوراة بحرفيتها، ولذلك آمن بضرورة تجميع اليهود في فلسطين كما يفعل بوش الابن وغيره من عتاة الصهاينة الأمريكيين المسيحيين في أمريكا. هكذا يفهم الأمور، أنه لابد من تجميع اليهود في فلسطين، قصة طويلة، حتى ينزل المسيح وحتى يعم السلام وحتى إلى آخر. وقد عمل جيمس بلفور ومعه عدد من عتاة الصهيونية في بريطانيا، منهم مارك سايكس الذي وقع معاهدة سايكس بيكو عن الجانب البريطاني، ومنهم أورنزبي غور وعدد آخر من كبار الساسة البريطانيين. وقد عملوا طويلا في كواليس وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء حتى صدر الوعد. هذا الوعد صدر مخاطبا اللورد روتشيلد. لماذا اللورد روتشيلد؟ اللورد إدموند روتشيلد هو سليل العائلة اليهودية الصهيونية التي طالما وظفت المال السياسي لخدمة الحركة الصهيونية. وبمناسبة الحديث عن المال السياسي، أقول لابد من أن يعي شعبنا والعرب عموما على أهمية المال وتوظيفه سياسيا، لا أن يكون مجرد صدقات ومجرد عطايا تبذل بغير خطة ودون استراتيجيات معينة. هم كانوا يبذلوا ضمن خطة معينة ومن أجل خدمة هدف سياسي واضح تماما. طبعا لم يصدر الوعد موجها للزعيم الصهيوني اللي هو يومها الدكتور حييم وايزمان رئيس الاتحاد الصهيوني في العالم، لما للمال من أهمية. طبعا بالنسبة للوعد، الكل يعلم أن من لا يملك أعطى لمن لا يستحق، هذه حقيقة معروفة تماما. وطبعا يعني جاء في الوعد بدون ما أقرأ نصه أنه حكومة صاحب الجلالة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة دولة ووطن قومي لليهود، حتى استعمل كلمة للعنصر اليهودي واستعمل كلمة إنشاء دولة لليهود. هنا بيقول وايزمان في مذكراته أنه اعترض على هذا النص وطلب أن تكون كلمة الشعب اليهودي بدل العنصر اليهودي، طبعا هذا له معنى، وطلب وتم له ما أراد، وطلب أن تستبدل كلمة إنشاء دولة اليهود بكلمة إعادة إنشاء دولة اليهود. طبعا بتفرق إعادة إنشاء، تذكير أنه كان لليهود دولة وكأنه لهم حق تاريخي وإلى آخره. طبعا يطول الحديث لو أردنا أن نفند الحق التاريخي لليهود في هذا المقام، لأنه موضوع طويل جدا ويستحق جلسات وندوات أطول بكثير. بستطيع أني أقول أنه الوعد بيقول في ثنايا أن هذا الوطن القومي لليهود سيكون دون المساس بحقوق السكان الأصليين، لا المدنية ولا الدينية. طبعا هنا بلفور تعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه مجرد أقلية بسيطة وكأنهم طارئين على الموقف، دون أن يعلم أو يحاول أن يعلم أن العرب سكان فلسطين الأصليين متجذرين في هذه البلاد منذ أن كانت أرض كنعان، يعني منذ آلاف السنين وقبل أن تطأ رجل إبراهيم فلسطين، قبل أن يكون لليهود أي ادعاءات. الكل يعلم، لا أريد أن أرجع للوراء وإلى التاريخ السحيق، إنه إبراهيم اشترى، طبعا سيدنا إبراهيم اشترى مغارة مكفيلا في الخليل كي يدفن أمواته بدليل أنه ما كان يملك شيئا. وعندما صدر الوعد 1917 كان اليهود في فلسطين ممن جاءوا في القرن التاسع عشر وكونوا المستعمرات التي
ذكرت بعضها: زخرون يعقوب، ريشون لتسيون، بيت احتكفة والخضيرة وغيرها. هؤلاء كانوا لا يزيدوا في أعدادهم على 5% من عدد السكان، وأملاكهم أيضا كانت ضئيلة. لذلك بنقول أن الوعد كان ظالم من أول حرف لآخر حرف. الآن بريطانيا كانت مهتمة جدا بتطبيق وعد بلفور، كانت مهتمة بتنفيذ وعدها، أمينة على تحقيق هذا الوعد. عجيب، في الوقت الذي نعرف فيه أن كل من يطالع تاريخ الإمبراطورية العجوز في فلسطين وفي الشرق العربي عموما، كانت دائما تدمن الكذب وتخالف الأمانة التي تعلقها الشعوب العربية، ودائما وباستمرار ما كانوا أوفياء لوعودهم، سواء للشريف حسين في الثورة العربية الكبرى أو لغيره. لكن بالنسبة لوعد بلفور كانوا مهتمين بتنفيذه، دليل أن مصلحتهم الاستعمارية تنسجم مع هذا الوعد. وعلى هذا الأساس عملت بريطانيا جاهدة، وبالدرجة الأولى بلفور نفسه كوزير الخارجية، على أن يكون الانتداب في فلسطين لبريطانيا. هنا أتوقف قليلا حتى أبين ما هو المقصود بالانتداب. ما كان حتى نهاية الحرب العالمية الأولى أي منظمات دولية سياسية على مستوى الأمم المتحدة مثلا، ولذلك في 1920 وبناء على توصيات الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون 14 مبدأ، كان هناك توصي بإنشاء منظمة عالمية اسمها عصبة الأمم ترعى السلام وتمنع الحرب. وتشكلت هذه العصبة فعلا، وكانت تضم حوالي 32 دولة، وكان مقرها في جنيف. طبعا هي النسخة الأولى للأمم المتحدة، يعني قبل ما تبدأ الأمم المتحدة. الأمم المتحدة جاءت بعد الحرب العالمية الثانية، عصبة الأمم جاءت بعد الحرب العالمية الأولى. كان ضمن ميثاق عصبة الأمم أن يكون هناك نظام الانتداب. نظام الانتداب يقول أن العصبة تنتدب دولة متقدمة غنية تعيش الرخاء لتحكم دولة متخلفة حديثة الاستقلال أو لم تستقل بعد، كي تأخذ بيدها نحو الرفاه والاستقلال والتطور. وعلى هذا الأساس تم تقسيم الوطن العربي بعد معاهدة سان ريمو 1920، التي جاءت يعني لتطبق أكثر من سايكس بيكو. سايكس بيكو لم تطبق، اللي تطبق سان ريمو، بحيث تكون بريطانيا منتدبة نيابة عن عصبة الأمم على فلسطين وشرق الأردن والعراق، وتكون الدولة الاستعمارية الأخرى فرنسا منتدبة على سوريا ولبنان. طبعا اختاروا أن يكون الانتداب على فلسطين لبريطانيا حتى تطبق وعد بلفور، وتم لهم ما أرادوا. كانت بريطانيا اسمها جريت بريتن، بريطانيا العظمى، وكان نجمها لم يأفل بعد. وتم تعيين أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين، هيربرت سامويل، يهودي إنجليزي صهيوني، وعمل من 1922 حتى 1925 على تطبيق كل ما من شأنه تمكين اليهود من قيام دولة يهودية في فلسطين. مثال ذلك فتح باب الهجرة على مصراعيه لليهود. طبعا كانوا يجيئوا من البحر إلى ميناء حيفا بالذات وبأعداد كبيرة بدون أي مراقبة، ويستوطنوا طبعا بحماية وضمانة الحكومة البريطانية. سمحت لليهود أيضا بالتسليح، حيث كانت توصلهم الأسلحة بكميات كبيرة وأنواع متطورة، يعني بحيث يتميزوا ويتفوقوا فيها على الشعب الفلسطيني الذي كان يقبع بعد الحرب العالمية الأولى تحت الاستعمار البريطاني، يمارس الإنجليز عليه وحشيتهم وقسويتهم وعنصريتهم. طبعا مع تمكين اليهود من شراء الأراضي أو تملك الأراضي بطرق مختلفة ووسائل تزوير متعددة وما أكثرها، وما تزال تمارس حتى اليوم، الكل يعلم ذلك، كل ذلك في خدمة الحركة الصهيونية وتنفيذا لوعد بلفور. ومما هو معروف
أن بلفور نفسه جاء وشهد افتتاح الجامعة العبرية في القدس، وكان معه حييم وايزمان الذي أصبح أول رئيس لدولة إسرائيل عام 48. ومن أجل ذلك هناك غابة في الشمال تسمى غابة بلفوريا، طبعا تكريما وعرفانا من اليهود لبلفور. أقول أن بريطانيا مارست من 1922 حتى قبل ذلك، حتى 1948، كل ما من شأنه تمكين اليهود من قيام دولتهم ومنع العرب من إقامة دولتهم. بالعكس، في الوقت الذي كانت تسمح فيه بالتسليح لليهود وبالتدريب، حتى وصل حد فيهم سنة 48 كان عندهم طيران، كان عندهم تفوق عسكري ملموس وأعداد كبيرة، كانت تمنع العرب من التسليح، من التدريب، من إلى آخره، وتحاربهم بكل عنف. والكل يعلم كان من يلقى القبض وبجعبته أي سلاح يحاكم غالبا بالإعدام. طبيعي أكثر من ذلك أنه بريطانيا عام 48 لما بدأت الحرب المعروفة بسموها الحرب العربية الإسرائيلية، ودخلت الجيوش العربية وبشكل طبعا صوري ومهزلي ومسرحي لا أكثر ولا أقل، حتى أذكر أنه كانوا اليهود متفوقين ليس بالتسليح والتدريب فقط، حتى بالأعداد. تصوروا أنه كان كل الجنود العرب اللي دخلوا الجيش العراقي والسوري واللبناني والأردن المصري 15,300 جندي، بينما كان الجيش اللي يتشكل من عصابات الهجانة وشتيرن والليحي تلك الأيام 45,000. على مستوى الاحتياطي كان أيضا عندهم أعداد أكبر وجاهزين للحرب. طبعا بريطانيا أكثر من ذلك انسحبت بطريقة في 15 مايو 15 أيار بطريقة خدمت اليهود، خاصة من حيفا. تفاصيل طويلة لا أستطيع أن أذكرها الآن، باختصار أنا بحمل، والتاريخ لست أنا، بحمل بريطانيا والسياسة البريطانية مسؤولية ضياع فلسطين والجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا وما تزال ترتكب. على هذا الأساس ويعني بسبب ما نرى الآن من أعمال المستوطنين واستباحة للأقصى واستباحة للأراضي واقتلاع وحرق وقتل وذبح إلى آخره، ما تمارسه إسرائيل من خلال قطعانها المستوطنين وحتى ذراعها العسكري، أقول أن بريطانيا كانت وراء ذلك كله. الآن ونحن نعيش الكفاح السياسي والدبلوماسي الذي يمارسه الشعب الفلسطيني على كل الأصعدة، على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى أوروبا، أمريكا، العالم ككل، أمريكا اللاتينية، نلاحظ أن عدد من الدول قد أخذت بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية. فكانت أول الدول التي اعترفت اعترافا كاملا السويد، وطبعا بدأ البرلمان الإيرلندي والسياسة الفرنسية، وأنا بهمني بريطانيا. أن مجلس العموم البريطاني وهو صاحب الشأن الأول اعترف بالدولة الفلسطينية وبأغلبية ساحقة، باستثناء عدد قليل جدا قال لا وعدد أقل تغير، وهذا يدل على بداية صحوة للوجدان البريطاني. وهنا أتوقف لأقول كلمة أخيرة حول الموضوع. كما استطاع اليهود أن يخلقوا اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة وسخروا فعلا السياسة الأمريكية لصالحهم وبالباطل، وتروا كم تنهال المساعدات الأمريكية العسكرية التسليحية المخابراتية السياسية التكنولوجية الدبلوماسية وأقلها الفيتو لصالح إسرائيل، وذلك بفضل التقاء المصالح من جهة وبفضل اللوب الصهيوني. أقول نستطيع كفلسطينيين سفارة وجالية وبالتعاون مع الأشقاء العرب والمسلمين أن نخلق لوبي عربي إسلامي على مستوى بريطانيا، تركز على الجرائم البريطانية، تركز بالصور
وبالمشاهد بالأصوات بالوثائق كم ارتكبت بريطانيا من جرائم طيلة وقوفها إلى جانب اليهود وضد العرب. وهذا ممكن عندها يمكن أن نطور قرار مجلس الأمم البريطاني إلى حالة صحيان في الوجدان البريطاني الشعبي، بحيث يشعر الشعب البريطاني بعقدة الذنب، فعلا أذنبوا وأجرموا بحقنا. إذا استطعنا أن نزرع فيهم عقدة الذنب، وهذا من حقنا وهذا حقيقة لا تزوير ولا تزييف للتاريخ، نستطيع أن نحول السياسة البريطانية من الحال التي هي فيه والتي تكاد تقترب إلى حد ما من الاعتدال إلى انحياز كامل لصالح القضية الفلسطينية، لصالح الحق التاريخي للفلسطينيين. وفي هذا عمل جاد وعمل مجدي مفيد، وأستطيع القول أنه ممكن. وإذا قلت ممكن أؤكد عليه بالأرقام. يؤكد الدارسين والباحثين أن لندن وحدها يسكنها قرابة 1,000,000 مسلم، وأن أكثر اسم يتردد في دوائر الصحة يعني في شهادات الميلاد هو اسم محمد في لندن. هذا يعني أن هناك أعداد كبيرة كبيرة جدا من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، لكن لم تستغل هذه الأعداد بالشكل لصالح القضية. المهم توظيف هذه الأعداد، هذه الإمكانيات الهائلة. لو تصورنا عدد السفارات، عدد الأطباء، عدد المهندسين النخبويين، الشعب، العمال العرب الموجودين في لندن، في مانشستر، في ليفربول، في سائر المدن والريف الإنجليزي، لا أصبح ذلك ممكنا أن نستطيع التأثير بحيث نقلب الموازين. وإذا تغيرت بريطانيا ممكن تتغير سائر الدول في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أن يكون ذلك على مستوى العالم. أنا لا أقول أن هذا هو العمل الوحيد المجدي، لا، أنا أقول هذا واحد من الأسلحة التي يمكننا كفلسطينيين وكعرب وكمسلمين استخدامها لصالح قضيتنا، دون أن نلغي بقية أشكال المقاومة، بقية أشكال الكفاح، بقية أشكال العمل من أجل الصمود وتحقيق الحق والوصول إلى دولة فلسطينية على الأرض، عاصمتها القدس الشرقية، يسودها القانون والنظام إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا.